شيرين ناجي. مرحبا بيك. ايه المشكلة اللي انتوا بتعرضوها عشان المسرح الزراعي اللي هنا؟ احنا بصراحة بنعاني من الناس اللي بتعدي كل يوم، هي الاشكال اللي بتعدي برضو بترمينا الزبالة بتاعت البيوت، حيوان بيبقى ميت بيجيبوه هنا في المصرف برضو بيرموه هنا، قلة ادب. حتى الاطفال بتاعت المدرسة بتعدي، يعني مامتهم بتكون ملبساهم ومنظفاهم، بيجوا بيتوسخوا بسبب المصرف ان هو بيعدوا من هنا وبيخشوا جوا، فما بينفعش الكلام ده. تمام. وايه كمان؟ انا المصرف دوا من ريحة وحشة، والزبالة من الحمام كتير فيه، ومن زبالة كتير هنا هم تترمي، وساعات بتيجي عربيات وتمشي، ساعات عربيات متوجة، وساعات مش عربيات متوجة، وفي عربية الإسكانية متبوظ للطريق اللي هناك، وخالص وفران وتعابين وكل حاجة ودبان وكل حاجة، احنا عاملين زي الناس الشحاتين. المصرف ده شوفي الزرع طالع بقى حضرتك لحد فين، يعني البوز ده اللي موجود فيه، يعني شفت يعني لو طفل معدي وما يعرفش ده مصرف ممكن يقع فيه، ما بيبقاش بقى ده، غير الناموس، غير الفيران تطلع منه، غير الزواحف والعقارب والحشرات، كل انواع الحشرات بتطلع منه، ونبص نلاقيها طالعه على الاسفلت، يعني لدرجه ان بيدخلوا في بيوتنا، الحشرات دي بتدخل بيوتنا. ده غير ان كل اللي عنده حاجه ميته، سواء فراخ سواء لمؤاخذه كلاب سواء حيوانات، بتترمي في المصرف ده. فجاه كده بنبص نلاقي الريحه بقى طلعت، ريحه غريبه طلعت طبعا في الشارع، وكلنا واحنا مأذيين من الشارع هنا. احنا بنتمنى ان الشارع يبقى نظيف ويبقى فيه صرف مغطى، اللي احنا عشمنا في ربنا يبقى فيه صرف مغطى وان يترصف ويبقى حلو. مجاد خليل من الوادي الجديد بجوار مدرسه القلع. المصرف ده يا اخواننا عم يلم حشرات كثيره وحاجات كثيره، خد بالك عم تروح على البيوت، واحنا عايزين عم نطلب من الساده المسؤولين يعملوا لنا صرف مغطى، لان الرديم مش هينفع، الرديم مش هينفع، عشان في بيوت واضيه هتخش عليها الميه، وكل الصرف بتاع ميه النخل هيخش على البيوت. فنرجو من الساده المسؤولين الانتباه ان المصرف ده هو كل حشرات وفران وتعابين وعم تخش البيوت، واللي عايز يجي اخد بالك يشوف يطلع لجنه ونشوف نوريه الحاجات.